طبق كسكسي المغربي طبعا، والفراخ على فكره بعرف اطبخ اكل مغربي كويس، بعمل كذا صنف يعني. فعم بعمل الفراخ بالزيتون والليمون صح، وبعمل الكسكس بالخضار او باللحمه او بالسمك يعني كله بعمله. فده متعلمه حاجات، وحريره بعملها، ودي من ضمن الحاجات اللي بحبها جدا في الاكل المغربي. لا كتير يعني، انا كل ما باجي المغرب بحرص ان انا اجيب البهارات بتاعت الكسكس، والطاجين المغربي بحبه جدا، والسلطات بتاعتكم بحبها، والبستيلة طبعا اهم حاجه. يعني بحب البستيلة، بحب الطاجين، بحب اكلكم حلو قوي على فكره، ومطبخ المغربي مطبخ مميز.